الحمد لله، طبعا التوفيق من ربنا. يعني مجهود 4 سنين الواحد تعب في كل حاجة، في التدريب وفي الدراسة، وعملنا اللي علينا والحمد لله ربنا كرمنا. التكريم النهاردة كان حاجة جميلة جدا، والحفلة كانت من أروع ما يكون. طبعا وسام الرئيس الرئيس على الأول النهاردة دوت شرف ليا أعتز بيه طول حياتي لحد ما إن شاء الله أرجع أحفادي بإذن الله إن شاء الله. اجتهاد شغل، يعني أنا كنت أول صيدلي، دلوقتي بقيت ملازم أول، فأكيد يعني هيترتب عليه شغل أكتر وتعب وجهد، إن شاء الله بأدي المسؤولية إن شاء الله بإذن الله. هنا كلية الشرطة مصنع الرجال من يوم إنشائها، وإحنا طبعا بنفرح بأولادنا إن هم تلقوا القدر اللازم عشان يبقوا رجال يحموا الوطن ويكونوا على قدر المسؤولية في حماية البلد. طبعا إحساس جميل وفخر وكل حاجة حلوة بصراحة، يعني هقول إيه أكتر من إن أنا سعيدة جدا. وحاجة بعد 3 سنين أخيرا بنفرح وبنحس بسعادة ما حسيناش بيها قبل كده بصراحة. حاسة إن كلهم ولادي وفرحانة بيهم ونفسي أشوفهم أحسن ناس في الدنيا. هو داخل الكلية حبيبها، يعني كان ممكن يكتفي بالصيدلة ويشتغل في مجال وكاريره، بس هو حابب الشرطة من بابا. يوم تخرج يوم عيد. طالب المجتهد ضابط مجتهد، وهو ربنا وفقه وطلع الأول على دفعته. أكيد هم اتغيروا أصلا في الكلية كتير، وبقوا بيتحملوا مسؤولية وبقوا رجالة وعارفين مسؤوليتهم كويس قوي يعني. وإن شاء الله تخرجين وهيأمنوا وهيطمنوا الشعب المصري إن احنا في أمان، وأمان مطلق إن شاء الله.